السلام عليكم وتحية طيبة لكل الإخوان والأخوات متابعين قناة كريم كسري. مرحبا بكم معايا من جديد. في هذا الفيديو الإخوان غادي يكون فيديو قصير باش نوضح واحد المسألة بخصوص واحد الفيروس خطير جدا اللي ظهر في الصين. الناس اللي كتبع الأخبار وعارفة شنو كاين، راه ظهر واحد الفيروس خطير في الصين سميتو فيروس كورونا، الأول برا كيكتشفوا هذا الفيروس هذا، وكينتشر بواحد الدرجة قوية بزاف. لحد الآن في الصين راه أكثر من 40 مليون مصاب. كيقولوا بأن المصدر ديال الفيروس جا من الحيوانات والتقى للإنسان. فالمشكل اللي كيدير هو كيدير واحد الالتهاب الرئه وكيبقى الانسان بشويه حتى كيموت، ولحد الان كاينه واحد العدد الوفيات كبير من هذا الفيروس هذا، لان ما لقاوش واحد العلاج دقيق لهذا الفيروس هذا الخطير والجديد على العالم. فاللي بغيت نوضح في هذا الفيديو هو هذا الفيروس هذا حاليا راه انتقل فرنسا، جبروا 3 ديال الحالات، كاينه 2 الحالات في باري وواحد الحاله في بوردو، يعني انتقل من الصين لفرنسا. والسبب كيتبين لما قالوا بان جا الناس اللي كانوا تما، الناس الفرنسيين اللي كانوا تما في الصين جاوا من تما وجابوا معهم الفيروس. فلحد الان هو مازال ما تمش المعرفه الدقيقه ديال الفيروس والتشخيص يعني الدقيق كما كنقولوا، اولا العلاج الدقيق. الناس اللي مصابين راهما في العنايات المركزه، كاين الناس كيموتوا من هذا الفيروس هذا. هو خرج من الصين جا لفرنسا، دابا 3 الحالات، واحد الحاله كاينه في امريكان، ربما حاله في اليابان. فكما كتعرفوا مشكل كبير خلق هذا الفيروس هذا، وكاين حتى خوف كبير على الصعيد العالمي انه يقدر ينتشر اكثر من دوله، اكثر من دول اخرى. فكنتمنوا من الله ان ربي يحفظنا ويحفظكم، يحفظ جميع المسلمين كاملين من هذه المصيبه هذه اللي دارت علينا. وكنتمنى ان تكون يكون العلاج يعني سريع، لان سينو غادي كينتشر واحد الدرجه لا تتصور. لان تخيل ان هذا الفيروس هذا فجأة في الصين، دابا كيقولوا في الاخبار اكثر من 40 مليون حاله، يعني عدد كبير. وحتى الصينيين اليوم راه كان خصهم يحتفلوا باليوم العالمي، عفوا راس السنه ديالهم. كما كتعرفوا الصينيين عندهم بزاف ديال الرؤوس، راس السنه ديال القرد، راس السنه ديال الفار. فهاد راس السنه هذه 2020 كان عندهم احتفال بالسنه ديال الفار، فالسلطات منعت الاحتفال بهاد راس السنه هذا، لان خطوره الفيروس طلبت من جميع المواطنين انهم يبقوا في الديور ديالهم وما يخرجوش، وحتى يشوفوا شي حل على وعسى يلقاو شي ما عرفتش شي علاج لهذا المشكل هذا الكبير اللي خطير وخطير جدا. وكنتمنى من ربي انه ما ينتشرش اكثر من هكا، لان سينو غادي يكون واحد المشكل كبير. الله ينجينا ويجي جميع المسلمين. فهذا الشيء هو اللي بغيت نوصلكم الاخوان بهذا الفيديو، نوضح لكم المساله هذه. الناس اللي مازال ما عرفاش تعرف شنو كاين وتعرف شنو هو هذا الشيء هذا، فيروس سميتو فيروس كورونا، وفيروس جديد انتقل من الحيوان للانسان. هادشي اللي كاين، كانت شي اخبار جديده وسمعنا شي حاجه شي علاج شي ما عرفت، نقدر ان شاء الله نتقاسموا معكم المعلومه، ما كاين حتى شي مشكل. فهادشي اللي بغيت نوصل لكم، تحياتي لكم كاملين والسلام عليكم حتى الفيديو القادم.